بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، حملة وينكم أين أنتم حسوا بنا ببلدية أوباري، نداء عاجل إلى حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة، أعضاء مجلس البلد ببلدية أوباري، المنظمات الحقوقية، المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية، مؤسسات النفط. نحن معكم وبكم نستمد يد العطاء. لا نستطيع الزعم بأننا كلنا على ما يرام. هذه الأيام نقاسي حتى النخاع أدناه بقسوة، نقام ونحن في أضعف لحظاتنا، وها نحن نناشدكم بمطالبنا هذه. 1- العمل على تفعيل مركز العزل الأوباري بشكل عاجل. 2- توفير الإمدادات الطبية له وتكليف مدير الإدارة المركز الصحي أوباري. 3- توفير سيارات إسعاف لمركز العزل للقيام بالمهام المكلفة بها. 4- توفير المحاليل اللازمة للمختبر لإجراء عملية تحاليل كوفيدا. 5- العمل على استحداث وحدة تصنيع الأكسجين بالمركز. 6- العمل على توفير أمثال العقارب والأفاعي بالمراكز الصحية العاملة بهذه البلدية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر في بلدية أوباري. طبعا الطاقة التمريض موجود من بداية ظهور الكوفيدا، بس لكن هو مش عارف هم بعدوه وأقصوه. حاليا الطاقم التمريض موجود، لكن ما فيش اي حتى دورات ان طريقه اسعاف المريض ولا تلقيه الاجراءات السليمه.